عودة للشأن المغربي، حيث غادر المشاركون في الدورة العاشرة للحاق أفريكا إيكو رايس مدينة الداخلة في أقصى الجنوب المغربي ضمن المحطة الخامسة والأخيرة بالمغرب. هذه الدورة عرفت مشاركة أكثر من 500 متسابق قطعوا خلال 7 أيام مسافة نحو 2660 كيلومتر، ربطت في المرحلة الأولى بين الناظور وأرفود، والثانية بين أرفود وفم أزقيد، والثالثة بين فم أزقيد وأس، والرابع بين أسا وتشيرة العيون، فيما ربطت المرحلة الخامسة والأخيرة بين تشيرة العيون والداخلة.